على خطى الرؤية يسعى فريق لننضي معا التطوعي لنشر ثقافة التطوع من خلال المشاركة بركن تعريفي في مهرجان أبو عريش الترفيهي. عندنا خطط وأهداف يمشي عليها الفريق ورؤية. طبعا زيارتنا اليوم لمهرجان أبو عريش لنوضح فكرة واحدة ومستهدفين فيها المجتمع، وهي إيصال الفكرة النموذجية للعمل التطوعي. طبعا الفريق يتكون من 100 عضوة تقريبا. الفريق ينقسم إلى عدة لجان، عندك لجنة تنظيمية، لجنة طبية، لجنة إدارة الفريق وغيرها. انطلاقا من المسؤولية المجتمعية، يقدم الفريق خدمات في كافة المجالات العمل الإنساني والمشاركة في الفعاليات بهدف جذب المتطوعات من كافة الأعمار. التطوع علمنا كيف نصير ناس مسؤولة، علمنا كيف نصير عندنا قيم أخلاقية وإنسانية. التطوع يعلمك كيف تصير عندك روح الجسد وكيف تفكرين بغيرك وتصيرين إنسان حساسة. طبعا إحنا حاليا في جروب لنمضي معا، وإن شاء الله نمضي معا إلى ما لا نهاية. أتمنى أنه جميع الناس تصير إنسان متطوعة، لأنه كذا حسيت أنت بغيرك حتقدر تحس بنفسك. أثر العمل التطوعي أنه ينشر السعادة في المتطوع ذاته والمتطوع له، كما يلعب دورا مهما في شغل أوقات الفراغ خاصة لفئة الشباب بأمور مجدية، كما أنه يكسب الشاب أو المتطوع الأجر والثواب بأنه يقدم عمل دون أي مقابل. طموح وهمة عالية يمتلكنها فتيات هذا الوطن العظيم، وجهد فعال في المبادرة والتعاون لأجل المضي دائما إلى الأمام تحقيقا لقيمة الأعمال التطوعية وأثرها على الفرد والمجتمع. للإخبارية ريهام أحمد، جازان.